محاور نقاشنا ستكون كالآتي حول هذا الموضوع: العثور على الطفلة سلسبيل التي تبلغ من العمر 9 سنوات مقتولة بولاية وهران، سلسبيل تعرضت للتعنيف والرمي من الطابق السادس، البراءة تنتهك، اختطاف انتهاك للأعراض وقتل جرائم أصبحت للأسف ترتكب في حق الطفولة. للحديث عن الموضوع يحضر معنا في الاستوديو السيد شريف زهر المختص في علم الاجتماع. مساء الخير سيدي. مساء النور. كذلك تشاركنا عبر الهاتف للحديث عن هذا الموضوع السيدة مريم شرفي رئيسة الهيئة الوطنية لحماية الطفولة وترقيتها. مساء الخير سيدتي. مساء الخير. مساء الخير على كل المشاهدين. شكرا لك. بداية سيدة مريم شرفي، وللأسف مرة أخرى جريمة ترتكب في حق البراءة على الرغم من الترسانة القانونية التي أعدت حتى نضع حد لهذه الظاهرة، وللأسف إلا أنه أصبحنا ولازلنا نشهد مثل هذه الظواهر. ما المنتظر على مستوى الهيئة من أجل تفعيل القوانين حماية للطفولة؟ أكيد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. أولا نقول إن الله وإنا إليه راجعون، قضى الله ما شاء فعل. أكيد أنه بداية أنا حبيت نعزي عائلة سلسبيل، نقول لهم ربي إن شاء الله يعطيهم الصبر وربي يعوضهم بالخير إن شاء الله، وأيضا نعزي أنفسنا كنا، لأن سلسبيل هي بنتنا، كنا فقدناها سلسبيل، الله يرحمها إن شاء الله ورأي من أهل الجنة بإذن الله تعالى. كما تفضلتي أختي العزيزة أنك ذكرتي باللي القانون الجزائري صارم في هذا المجال، وقوانين الجزائرية كلها تعطي عقوبة كبيرة خاصة إذا كان ضحية الفعل الإجرامي قاصر، وهذه الجرائم اللي رانا يعني نشوفها يعني هي جرائم موجودة في كل العالم، ونتأسف لها لأن ضحيتها إنسان ضعيف ما يقدرش يدافع على روحه، هم أطفال، هم البراءة. إحنا نتأسف كثير لأنها موجودة، حتى لو كان عددها قليل لكن ضحية واحدة تكفينا أنه اليوم كل الجزائريين محزان على سلسبيل مش عائلتها فقط. المهم أنه القانون الجزائري قلت لك صارم في هذا المجال، والعقوبات يعني كلها عقوبات راح تروح خاصة إذا انتهت كما سلسبيل إلى الوفاة، أكيد أنه العقوبة راح تكون صارمة، والإجراءات القانونية دوك بدات، والحمد لله أنه تم القبض على الجاني وراح يقدم أمام العدالة في إجراء التحريات الأولية، ربما راح تكون في وقائع جديدة راح نسمعها في الأيام المقبلة لأنه دوك الملف هذا موجود على مستوى العدالة. طيب تفضلي سيدة مريم. حبيت نقول فقط انه في هذا المجال ايضا لابد اننا نفتحوا مجال واسع للتحدث عليه، هو مجال الوقايه والتحسيس، لانه دوك لازمنا احنا نعمل في هذا المجال، وهو عمل اللي راح تقوم به الهيئه الوطنيه، انه كيف ممكن اننا نحسس اولادنا اولا هذا دور العائله ودور كل المجتمع، كيف الاطفال هادو ما لازمش يروحوا مع ناس غرباء ولا لما تشوفي هذه الوقائع معظمهم نشوفهم باللي من يعني ناس فيهم ثقه بالنسبه للاطفال لانهم من ابناء الحي ولا من عائلاتهم، لكن مع هذا لازم العائلات تبدا تعمل مع اولادها. انا كثير من العائلات لا تعمل في مجال التحسيس، في انه نخبروا هاد الاطفال مهما كان الشخص معروف لكم، لكن ما ترافقوا اي واحد، لما تشوفوا انسان يطلب منكم اي شيء ما لازمش تروحوا معه. المهم هادو عمليات يوميه اللي لازم نقوموا بها، مش لما تصير فقط يعني قضية مثل هذه اللي أنا نشوفها اليوم، لكن هذا هو عملنا اليومي اللي لازم في كل مرة، والمجتمع عنده دور كبير حتى بالنسبة لهاد المجرمين، لأنه فيهم هذو أشخاص عندهم سلوكات مضطربة، كان إحنا ممكن نعمل على كشفهم قبل يعني فوات الأوان. يعني هذا هو العمل اللي لازم نقوم به في مجال التحسيسي والوقاية، مهم جدا. طيب سيدة مريم شرفي، على مستوى الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، في كل مرة يتم تسطير برنامج يكون في صالح هذه الفئة، فئة الطفولة، طيب على مستوى الهيئة ما هو المخطط الذي يجب اتباعه حتى نضمن حقوق هذه البراءة التي أصبحت اليوم تروح ضحية لأسباب تبقى مجهولة؟ أكيد. شوفي احنا حقا يعني في كل يعني واقعة مثل هذه كنا، مش احنا كهيئة وطنية ولا انا كمفوضة وطنية ولا كل واحد فينا يتأسف كثير، لانه هذا اللي راهو يروح هو طفل بريء يعني ما عنده ولا حول ولا قوة باش يدافع على نفسه بجرائم يعني بشعة. لكن نقول لك انه احنا على مستوى الهيئة الوطنية في برامج كبيرة، لانه في لجنة تنسيق دائمة متكونة من كل قطاعات الوزارية المهتمة بالطفولة، 15 قطاع وزاري، وايضا ممثلين على المديرية العامة للأمن الوطني والدرك الوطني، وممثلين على فعاليات
مسؤوليات المجتمع المدني. احنا رانا في اطار ان شاء الله رانا نوضعوا استراتيجيه في كيف ممكن نعمل في مجال الوقايه، لانه مهم جدا اننا نعمل في مجال الوقايه من وقوع هذه الجرائم، لانه الوقايه افضل من العلاج. وكيف ممكن اننا، لانه هذه تعرف لانه هذه الجرائم كلها، شوف هي الثقه للطفل هذا معظمها لانه الطفل يدير ثقه في الشخص هذا اللي تقرب منه، لانه ربما يعرفه شكلا ربما من العائله تاعو، وهو هذا الثقه اللي تخليه مثلا قصه سلفا بيدوكا. احنا مازال ما عندناش الوقائع يعني النهائيه لها، لكن اكيد انه لما تروح ترافق شخص يطلب منها مش عارف شو وراحت معاه، هذا معناه انها كانت دايره ثقه فيه، لانها تعرفه بانه من ابناء الحي. هنا اللي تولي دور اننا نحسوا هاد الاطفال بضروره انهم ما عمرهم ما يروحوا مع ناس حتى لو انهم يعرفوهم. ما تروحش عندك عائلتك عندك وحتى تانيك العائلات، يعني نتفاداو قدر الامكان اننا نبعثوا اطفالنا وحدهم للشارع. حتى انا اليوم ما نش في اطار يعني ان نعطي يعني المسؤوليه على الاهل اللي راهم يعيشوا يعني اليوم ظروف حاجه، لانه حتى العائله في مثل هذه الظروف سيده مريم شرفي تطالب بتسليط اقصى العقوبات على منتهكي حقوق البراءه. أن الملف راهو عند العدوى، أكيد أنه في عقوبات كبيرة، وهذه كلها ملفات لو تشوفوها كلها تنتهي بأقصى العقوبة وهي عقوبة الإعدام. دوك يقعد موضوع تنفيذ العقوبة من عدم تنفيذها، هذا موضوع ثاني، لكن هي أقصى العقوبة اللي ممكن أنها تحكم على قضايا مثل هذه هي عقوبة الإعدام، وهي هذا هو الأحكام اللي راهي تصدر في حق هذه الفاعلين إذا كانوا إذا تبين في التحقيقات والمحاكمة أنها الوقائع ثابتة. لكن احنا اليوم رانا في وضع أننا لازم نتكلم على التحسيس والوقاية، مهم جدا ومهم أننا ولادنا. أنا أقول لك دوك أنا دخلت قدام المكتب نشوف أطفال عمرهم ما يتجاوز 7 سنوات 6 سنوات يلعبوا في برا. احنا نتمنى إن شاء الله أنه كل هذه الطوال، لأنه في لحظة ممكن تصير الكارثة، في غفلة هكا غفلة صغيرة من عندنا ممكن أنه الكارثة تحدث. إن شاء الله نتمنى أننا نتفاداو هذه، مش نتكلموا عليه غير فقط في ظروف لما تصرى. أكيد إن هذا عمل يومي اللي لازم علينا كلنا نتفاداو. لو تخرجي للدول المتطورة عمرك ما تشوفي أطفال يمشوا وحدهم في الشارع ولا أي شيء، هذا أشياء. وفي الليل في بعض الأحيان أنك يعني تحيري أنه طفل صغير يروح يشري حتى لو كان يعني المتجر ولا قريب من المنزل، لكن ممكن حادث مرور، ممكن واقعة كما هذه، أي شيء. هذا هو الشيء الذي نعمل عليه على أنه ننقص من هذه الحوادث، في أننا بالتحسيس وبالتوعية، وخاصة نعاود نولي للطفل، لأنه الطفل ما لازمش نخوفه قد ما لازم نسلحه في أنه كيف يكون هناك درجة من الوعي، العمل على توعية هذه الفئة. جزيل الشكر لك سيدة مريم شرفي رئيسة الهيئة الوطنية لحماية الطفولة وترقيتها على كل هذه التفاصيل التي قدمتها بخصوص هذه الحادثة.